شخص أصيب بمرض السرطان، وبعد علاجات وفحوصات كثيرة يقولون له الأطباء بأنه ليس هناك أي أمل في شفاؤك. ماذا سوف يفعل هذا الشخص؟ هل سوف يستسلم إلى ما قاله الأطباء؟ طبعا هو ليس هذا يعني أنه ليس هناك حلول، هذا لا يعني هذا، ولكن الذي يعني أن العلوم المادية يعني في الوقت الحاضر لم تستطع أن تجد الحلول لمعالجة هذا الشخص. الجنس البشري الآن 7 بليون تقريبا، بعد فترة من الزمن سوف يصبحون 10 بليون. أين سوف يعيشون هؤلاء البشر؟ العلوم المادية لم تستطع أن تجد الحلول. هل سوف يستسلم الجنس البشري؟ من هنا نحن نرقى، نصعد، نرتفع إلى ما بعد القوانين المادية، فهناك قوانين الميتافيزيكس. قوانين الميتافيزيكس مجالها أعمق وأقوى، واحتماليات نجاح الجنس البشري عندما يطبقون علوم الميتافيزيكس احتماليات النجاح 100%. ولهذا هذا الشخص المريض بالطبع يجب أن لا يستسلم. هو يعتقد، الشخص المريض على سبيل المثال، أن جسمه مريض لأن الأطباء قالوا له أنه ليس هناك أي أمل بشفائك، فهو يصدق بالعلوم المادية، وهذا الذي يرتكبه أكثر الناس خطأ. العلوم المادية هي واحد ب يعني جزء واحد من التريليونات من العلوم الحقيقية. العلوم المادية ضعيفة جدا جدا. علوم الميتافيزيكس تقسم كما ترى أمامك إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول يسمى الأنتولوجي، والقسم الثاني يسمى الكوسمولوجي. أنتولوجي دراسة عقل الأشياء، دراسة فكر الأشياء، دراسة روح الأشياء. نعطي مثال: دراسة عقل الله، دراسة عقل الإنسان، دراسة عقل الفضاء أو الأجسام المادية، هذا هو الأنتولوجي. كوزمولوجي دراسة الأجسام المادية، دراسة الأكوان بكل اختلافاتها. نحن لدينا أكوان متوازية، أكوان متباينة، أكوان متضادة، أكوان مختلفة في بناؤها الفيزيائي، بناؤها المادي. فأريد أن أكرر، كوزمولوجي دراسة الأجسام المادية وعلاقة هذه الأجسام بعضها مع البعض الآخر، ودراسة أيضا هذه الأجسام استنادا إلى عقل الله أو عقل الكون. يعني ما هي العلاقة ما بين عقل الله وهذه الأجسام المادية؟ في الوقت الحاضر طبعا العلم بدأ يتجه باتجاه الميتافيزيكس، يعني الفيزيائيون، وباكتشاف الكوانتوم فيزيكس، فيزياء الطاقة. فيزياء الطاقة هي أحد فروع علوم الميتافيزيكس. فهنا العلوم المادية الآن تتوسع باتجاه
العلوم الغير مادية، بمعنى المعادلات الرياضية التي وضعها نيوتن أخذت شكل آخر، تغيرت، تتحول هذه يعني المعادلات الرياضية أو رياضيات المادة إلى رياضيات أعمق، وهي رياضيات الميتافيزيكس، وتطبيقات عظيمة في الوقت الحاضر لعلوم الميتافيزيكس، تطبيقات جدا عظيمة، وسوف نشهد أيضا تطبيقات كثيرة جدا. أحد التطبيقات يعني في علوم الميتافيزيكس هي الكوانتم كمبيوترز. الآن الكوانتم كمبيوترز بدأت بالظهور والتطور، سرعتها الكوانتم كمبيوترز تقدر بملايين المرات، لاحظ ملايين المرات من سرعة الكمبيوتر العادي. طبعا في المستقبل سوف نرى أيضا تطور الروبوت، وماذا سوف يحصل؟ هذه الروبوتات سوف تسافر إلى المريخ، وسوف يكون هناك لدينا أنواع من الروبوتات تستنسخ نفسها. يعني على سبيل المثال 10 روبوت يسافرون إلى المريخ، يدرسون حالة المريخ المناخية، وضع المريخ. هذه 10 تستنسخ، تصبح 100، تصبح 200، تصبح 1000، تصبح 100 ألف. ثم هذه 100 ألف روبوت تسافر إلى كواكب أبعد وأبعد. فمثلا تخترق هذه الروبوتات، تخترق كوكب زحل، أيضا تستقر في زحل، تدرس يعني الطبيعة، الحياة في زحل، وأيضا تستنسخ نفسها وتصبح مليون، مليونين، 100 مليون. هذا هو الذي يجري، الذي سوف نشهده. وبالتالي 1 مليون روبوت أو 50 مليون روبوت أيضا يكملون الرحلة، يكملون الرحلة إلى فضاءات أبعد وأبعد. طبعا البشر نحن سوف نكون مع هذه الروبوتات، يعني نحن أيضا سوف نسافر معهم، نسافر معهم عن طريق تطوير مهارات الذكاء للجنس البشري، تطوير روح الإنسان وتنشيط العقل الباطن، تطوير أكثر لمهارات الإنسان، كيف يفهم علوم الكون أكثر. فنحن مقبلين على فترة عظيمة جدا جدا جدا. طبعا عندما تسمع يعني روبوتات وسفر الإنسان إلى أكوان أخرى، ربما تنصدم، وهذه الصدمة تأتي بسبب أن الإنسان ربما لا يستطيع أن يتصور الغير محدود. هو في الحقيقة هو الغير محدود هو في الحقيقة الغير محدود هو الحقيقة، والمحدود هو غير حقيقة. يعني المحدود الآن نعيش نحن في على كوكب واحد، ومثل محصورين في هذا الكوكب، هذا غير حقيقي، هذا لا يعطي أي معنى. المعنى الحقيقي أننا نفهم الكون أكثر، المعنى الحقيقي أننا نتوزع ونسافر بعيدا لفضاءات أعمق، ونتصل بكائنات وحضارات. طبعا علوم الميتافيزيكس أيضا تدرس الحضارات الأخرى في الأكوان الأخرى. دعونا نعطي مثال، هناك حضارات جدا جدا متقدمة، كائنات متقدمة، مخلوقة أو متكونة ليس مثل تكون بيولوجية الإنسان، يعني ليست من هذه الكيمياء أو عناصر الكيمياء البيولوجية التي يتكون منها مثلا الإنسان والأرض والأشجار والطبيعة، وإنما بيولوجيتها تختلف، يعني العناصر الكيميائية
لتلك الكائنات تختلف اختلافا جوهريا عن تكوين الأرض وتكوين البشر، نقصد الجسم المادي. فهذه تلك الكائنات متطورة جدا، بحيث نحن البشر، دعونا نعطي هذا المثال، نحن البشر عندما نصرف ساعة من حياتنا لتكوين مشروع أو لدراسة أو اجتماع تجاري، هذه الساعة بالنسبة إلى تلك الكائنات المتطورة جدا هي كانت قد سبقتنا ب10 آلاف سنة. يعني ساعة بالنسبة للجنس البشري، الكائنات المتطورة 10 آلاف سنة تكون قد تطورت، يعني ساعة مقابل 10 آلاف سنة تطورت في الفكر، في التكنولوجيا، تطور العقل الإلهي، عقل متطور، دعونا نستخدم هذه العبارة، بمعنى يبني حضارات باستمرار، يبني أكوان باستمرار، يبني معادلات رياضية جديدة باستمرار. فهناك حضارات تتطور بسرعة، نحن تطورنا جدا 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 بطيء، يعني مقارنة إلى تلك الحضارات. فهذا هو الميتافيزيكس. الميتافيزيكس علم جدا جدا حقيقة في الوقت الحاضر، يعني اكتشافات وبحوث كثيرة في الميتافيزيكس، وأيضا تطبيقات كثيرة، وسوف نشهد تطبيقات أعمق وأوسع تخص صحة الإنسان، تخص مستقبل الإنسان على الأرض، تخص تطور الروبوتات، تخص اتصالنا بحضارات أخرى، تخص أيضا سفرنا إلى حضارات أخرى. حتى السفر هذا نحن لا نقصد فقط اجتياز المجموعة الشمسية، وإنما البشر قادر على أن يجتاز مجرات كاملة. عندما نفهم، كما قلت في البداية، عندما نفهم العقل الكوني، عقل الله، ونتحد بهذه القوة الغير المحدودة، فنكسب بعد اتحادنا بالقوة الغير المحدودة، نكسب النجاح المطلق. أنت أخي وأختي، صديقي وصديقتي، أنت لا تعتقد أبدا أنت محدود، أنت لا تعتقد أبدا أنه أنت تعيش يعني بعمر معين وتنتهي. الإنسان كائن عظيم جدا، غير محدود في القوة، في الذكاء، في النشاط، في الإبداع، عندما فقط يعرف أنه هناك قوة حقيقية في داخله، هو يكتشفها، يحفزها، ينشطها، يصل إلى أي شيء يريده. يعني نحن نؤمن الجنس البشري ليس أمامه أي شيء مستحيل، ليس هناك مستحيل، لأنه في داخلنا عقل الله، عقل الله يريد إلى الجنس البشري السعادة والنجاح. نشكركم مرة أخرى على مشاهدتكم هذا الفيديو، ونراكم في الفيديوهات القادمة.